نعم، هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل، بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع امرأته. قال إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع، والأربع اختلف في تفسيرها، وأقرب الأقوال أن المراد يداها ورجلاها، هذه أربعة أعضاء. فإذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة وجهدها، يعني أولج ذكره فيها، فإنه يجب الغسل. وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان، أي ختان الرجل وختان المرأة، فقد وجب الغسل. والفقهاء يقولون يجب الغسل إذا غيب الحشفة، إذا غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال، لأن هذا جماع، يسمى جماعا، يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزال. فهذا من موجبات الغسل، التقاء الختانين أو الإيلاج، إيلاج الحشفة في فرج زوجته، إنه حينئذ يجب عليه الغسل، وعليها أيضا، على الاثنين، عليه وعليها. هذا معنى جهدها، يعني جامعها بالإيلاج. أما إذا لم يحصل إيلاج، يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزال، فلا غسل حينئذ. وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية، وأنه لا يستحيى من ذكر الأحكام الشرعية، إن الله سبحانه لا يستحيي من الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن ما يوجب الغسل على الزوجين في الجماع بينهما. والغسل معروف، هو استعمال الماء في جميع على جميع البدن كما سبق، وهو الطهارة الكبرى. نعم نعم نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اشتدت شهوة المرأة لكنها لم يخرج منها شيء، فهل يجب الغسل؟ لا، إذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل.